مفيش الا يوسف. صباح الفل يا يوسف، ازيك يوسف؟ اسم انت كنت قلت ان احنا بنضيف الاي ام لما الصفه تبدا بحرفين، باي حرف من حرفين اللي هما ايه؟ السلام الفي عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا البي بقى، ايه يعني الصفه تبدا بايه يا يوسف؟ انا بضيف الاي ام لما الصفه تبدا باحدى حرفين، اما البي البي او ايه. ام الفل. الا امثله بقى، يلا نشوف الامثله مع بعض يا اولاد. انا عارف ارفع ايدي. قول يا محمد يلا. اول واحد الام اي ام مع البي تبقى مثلا بوسيبل. impossible. يعني ايه impossible؟ كلمة possible لوحدها يا ولاد يعني شيء ممكن، محتمل، شيء ممكن. اما امبوسيبل مستحيل. مستحيل، نفيت خالص. ها يوسف، اديني صفة ابتدى بحرف الام وضيف لها الاي ام. Imagine. ماشي هي في كلمة أنا مش متأكدة أوي منها، فممكن أقولها يعني علشان أعرف هي برضو من الصفات اللي بتيجي مع الـ IM أو لأ. لو سمحتي يا مس، قولي يا حبيبتي يلا معاكي. دانا، قولي يا دانا. لأ دان، لأ دان مش دانا. داعا، واو. قولي. تمام. important تنفع ولا ما تنفعش؟ important. يعني مهم يعني. طب انتي واخده بالك ان صفه important تبدا بالاي مش بالام؟ تعالي نشوفها، بصي كده اسمها important اصلا، والاي ام دي اصل يعني من جزء من الكلمه نفسها حبيبي. دي مش بريفكس، تمام؟ لا مش هينفع. ممكن يعني لازم تقولي يعني اخلاقي. الفعل يبقى يعني الفعل بيتضاف عليه اي ام، بالظبط، مش يبقى بنضيف جزء من للصفة الكلمة ذات اي نفسها. ام. صح، بنضيف للصفة اللي بتبدأ مثلا عند صفة اسمها مورال، ام او ار اي. حد عارف يعني مورال؟ انا مش عارفه. قولي يا انا بقى. مش صح، عارفه. اخلاقي اخلاقي اخلاقي. فانا هعملها اقول ام مورال، اضيف اي ام الاول. مش غير اخلاقي، اخلاقي غير غير اخلاقي، اخلاقي. مش محترم. واضح. يس عارفين بقى يا اولاد مين ان الاي ال والاي ار والاي ام ليهم قواعد، يعني انا تبدا بايه بضيف لها البريفكس المناسب. اما الام الحاجه الوحيده اللي بنحفظها، يعني اقول تيجي بقى بتيجي كده احنا لازم نعرف. يعني مثلا happy او unhappy، safe unsafe، comfortable uncomfortable، ده شيء لازم we have to memorize it. تمام، ده واضح بالنسبه لنا البريفكس. حد عنده سؤال؟ أنا عندي سؤال يا مس، قولي يا حبيبتي. ممكن؟ طيب هو ليه يا مس بنضيف الـ IM والـ IR حلو جدا كده. بنضيفهم ليه يعني؟ شوفي كده، انتي قولي لي يا دع، الكلمة دي معناها ايه؟ كلمة إيه؟ الكلمة دي اللي انا كتبتها تحت يعني؟ شايفاها؟ سيف اوفر اوفر سيف يعني ايه؟ طب انا لو قلت كده يا دان، حضرتك يعني ما ايه؟ سألتيش السؤال ركزوا تاني. معايا، واحده بتتكلم نوت بس سيف الكلام الكل. ها، لو انا قلت نوت سيف يعني نوت معناها ايه؟ سيف يعني ايه؟ ها، يعني ايه نوت سيف؟ نوت سيف يعني غير آمن. غير امن. طب ايه يعني ايه المانع بقى لو انا قلت ضفت على كلمة سيف نفسها حرفين وادتني نفسي معنى غير آمن؟ يعني بدل ما يكون عندي two words عشان تديني معنى، ما انا بقى عندي كلمة واحدة لنفس المعنى. قول يا محمد. محمد انت يعني يعني فهمت يا دان انا قلت هو ايه؟ الإجابة؟ ان يا هنا، مس أنا ان هنا معناها not، معناها غيره، بتغير لي معنى الصفة اللي بتضاف ليها.
يعني انت انا بالظبط عارفه لما تلاقي كلمه، لما تلاقي اي بريفكس من دول اديني معنى غيره. عند الصفه نفسها امن يبقى غير ايمن، هابي غير سعيد، فهماني يا دام؟ وصلت حبيبي؟ طيب اشمعنى بقى اشمعنى بقى ما يعني اشمعنى بنحط الاي ار والام اي، رغم ان احنا ممكن نقول يعني ان ان يعني زي ان سيف كده ان سيف كده حلو يعني. حلو حلو السؤال، ركزي معايا. مركز ماشي، انا قلت يا دان ان الان ما لهاش قاعده، انا بحفظ الكلمات اللي بتكون فيها الان. الكلام يعني دي دان فقط، الكلام للكل، نركز. اما يعني هي يعني هي ملهاش قاعدة، يعني هي مش بالظبط لها قاعدة ان بنحفظها زي ما هي، يعني ان بتضافي كمان. بعض شكرا لحضرتك. فبتديني العكس زي الفل يا حبيبتي. بس يا دان الباقي ليهم قواعد، يعني الباقي ازاي؟ انا بضيف الاي ار امتى؟ لو الصفه تبدا بار، لما الصفه تبدا بار فانا لازم يعني عشان ادي اخد العكس منها، اخد مع العكس، لازم تكون الصفه بدأ بار. زي مثلا كلمه ريجولر اجيب منها العكس، اقول غير منتظم بقت ار ريجولر، فاهماني؟ تاني يبقى انا عندي لا كلمه ما حضرت اسمها ريجولر بدأ بإيه؟ بدأ بإيه؟ حد يقول لي. ايه ريجولر بدأ طبعا بحرف الآو. عشان بدأ بآر وأنا عايزة أجيب العكس منها أضيف لها أي آر. ليه الأي آر؟ لأنها بدأ بآر. طب ركزوا معايا، لو بدأ بإل، لو بدأ بإل بقى يا دام، لو الصفة بدأ بإل هروح أضيف لها إيه؟ أي إل في الأول. أضيف لها إيه؟ اي ال دي؟ لو بدأ اي بإل. ال فاهمة يا اي دان؟ ال اهو كده اي بقيت ليجل، اي بقى الليجل هضيف لها اي ال، ادتني معناها غير اخلاقي او غير قانون. طب امتى اضيف اي ار؟ قانوني لما قال بيبقى في اي بي ال لما ويز حاجة ام ار مهمة. ام يور ار بي بي. ايوه كده، هضيف اي ام للصفه اللي بتبدا بالبي او الصفه اللي بتبدا بام. وعندي الامثله هي دان، الصفه بوسيبل. يعني ايه بوسيبل يا دان؟ possible. طيب ممكن بوسيبل، قولي ايه انا بوسيبل؟ عارفة يا مس، بوسيبل. انا اخلاقي 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 لا 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 بيبي، مش انا بقول عارفة بوسيبل. مش انا عارفة قولي يا رؤى. يعني ممكن ممكن دان بوسيبل، قولك يو كان دو ات، اتس بوسيبل. ممكن ده شيء ممكن، كلمة possible لوحدها ممكن. ممكن بدأ بحرف ايه يا دان؟ بدأ بحرف ايه؟ لا عليه سيركل ده. الدي فأنا عايزة التو أقول غير ممكن، مستحيل، أضيف لها الأي إم. ليه يا دان تمام. ضفنا الأي إم؟ ليه ما ضفناش الأي آر؟ ليه ما ضفناش الأي إل؟ حد يقول لي. علشان قولي. تاني أيوه. علشان هي بادئة شيء بي، مثل علشان شفتي هي لما بادئة كتبت بي ازاي؟ عشان شفتي شفتي لانها بدات بي، وبرضه لو بدا بام نفس القصه، هنضيف اي ام. واضح انا ما جاوبتش يا تيتشر. حبيبي؟ قولي قولي عايزه تقولي ايه، جاوبي الاجابه اللي انت عايزاها، لخصي اللي انا قلته. يعني لما كلمة هتبدأ ب R we put I R to make it like not regular ايوه، to give it the meaning of irregular. not. Yep. To give it the meaning of not انا بضيف prefix ال IR طب ليه؟ or I. كملي يا جايدة. Yes, you are right. لو هي بدأ ب R بنحط لها I R، لو هي بدأ ب L بنحط لها I L زي الليجل. تمام، زي اللي زي الفل. ولاد اللي رافعين ايديهم، لو حد هي عنده بدأ سؤال ب ولا انتوا رافعين ايديكم ودلوقتي؟ ماشي دان، انا أنا عايزه عارفة ثانيه واحده يا محمد. بس دان انت كنت مش فاهمه حاجه دلوقتي، في حاجه مش مفهومه في اللي انا قلته ولا كله تمام؟ كله تمام يا مس. حبيبتي زي الفل. ماشي، هنركز في اللي انا هقوله، هو فاضل دقيقتين بس، احنا هنقعد 5 دقايق بليز، معلش. ماشي، عشان هنشرح السفكسز بسرعه. بصي عايز يا، عايز انا قلت ده كله اسمه بريفكس. يعني ايه بريفكس؟ كلمات او زيادات بنسميها سابقه، يعني سابقه بتسبق الكلمه نفسها، تسبقها، بتيجي قبلها. ها اسمها ايه؟
prefix سابقة. سابقة زي الفل. prefix prefix نكتبها. اه اللي prefix انا عندي ال un ال un وال ir وال im وال il prefix. اما suffix عندي دي لاحقة. يعني لاحقة بيجوا في اخر الكلمة وبيدوني معاني تانية. يعني تعالوا بقى نشوف السافكس دي بتديني ايه، اي معاني. عندنا بقى سافكسز كتير يا ولاد، ومعناهم بيختلف. ماشي كلنا مركزين؟ Yes. Yes. ماشي Yes. ثانية واحدة بس كده، عايزة انا اصلا المفروض اشغل البورد، بس البورد دي فيها ايه، فيها تحديث جديد. Miss. نعم محمد، قول يا محمد. مادة الكونكت يا مس، كل ما مس تجيني مش عارف ما تجيش. بص طيب، لا لا كل مس، المهم تكونوا انتوا فاهمين. ماشي يعني المهم تكونوا انتوا فاهمين. تمام. بص بصوا، احنا كلنا موجودين هنا عشانكوا انتوا، سواء انا وغيري. عندنا كام لاحقة دلوقتي؟ اول حاجة يا اولاد اللاحقة دي بيقول لنا is a letter، يعني letter بسرعة. يوسف، والله يوسف هي جت معايا، يوسف اللي هيقول يعني يوسف يعني letter. مش أنا عارفة، ماشي يوسف اللي أنا هيقول عارف ما قالش انت يعني هتقول. حرف، يعني حرف. ماشي كده روح. يوسف فين طيب؟ النت بيعلق عنده لسه. ماشي letter or a group of letters يبقى لا suffix. يا بس كنت مش بسألك ليتر ازاي؟ يعني حرف. اه حاجة سهلة كمان، او group of letters. يعني عندي suffix دي يا ولاد، اللاحقة دي عبارة عن حرف او مجموعة حروف added، بنضيفها to the end of a word، بنضيفها لنهاية كلمة to make a new word. يبقى اللاحقة دي suffix دي letter or a group of letters I add them or I add it at the end of a word to make a new word. حلو ده؟ make a new word، مجرد ما انا ضفت suffix دي لكلمة عملت كلمة جديدة، والله قد تكون بمعنى مختلف نهائيا. تعالوا نشوف، انا محتاجه بس ايه اشير لكم ال بتقول لي قد ايه قد ايه؟ بنضيف اللتر ده او الجروب اوف ليترز to the end of a word to make a new word to make a new word. يعني مثلا انا ممكن اضيف السافكس دي لنون عشان اعمل adjective. تعرفوا الموضوع ده؟ محمد انت رافع ايدك؟ الموضوع ايه؟ ان انا لو ضفت suffix لنون ممكن اعمل adjective. لا انا بقى بقوله تاني، احنا ممكن نضيف letter او group of letters to a word. هنا محدش يعرف يكتب غيري، فعشان كده اللي عنده سؤال هيسأله لي انا. ها السافكس يا ولاد تاني، يعني ايه سافكس؟ قول يا محمد. لا ها يعني ايه سافكس؟ في هذه أجربها مسألة. في الإطار؟ يعني ايه سافكس؟ محمد ناصر ليه يعني ايه كده يا سافكس؟ جماعة؟ جروب اوف ليتر or letter of group of letter that can change the meaning of the يعني بنضيفها فين؟ that we can add فين؟ فين؟ at the end ولا في الأول ولا at في the end الآخر؟ of the of the at the end end of of a word، a word كلمة to make a new word، صح؟ صح. صح جدا، حلو. تعال نشوف بقى suffix ده يا ولاد. محمد ما حدش مسموح له يكتب بليز. ها ركزوا معايا، suffix ده اللي هو اسمه ايه؟ O U S. عندي suffix مكون من 3 words اسمه O U S، أنا بضيفه فين؟
اسمه suffix، يبقى هضيفه فين، في الأول ولا في الآخر؟ الآخر في في الآخر. الأول في الأول. حلو، جايدة بتقولي في الأول ليه؟ أنا بقول suffix. إيه اللي suffix خلاني؟ ولا سمعتها prefix يا مس؟ لا يا حبيبي، أنا قلت suffix. يبقى أنا دلوقتي عندي suffix OUS، بضيفه للنون. ها، ممكن تأكدي بضيفه على suffix للنون. تاني؟ قولي suffix تاني يا مس، مش يعني مش واضحة. حاضر، هقول السافكس تاني. السافكس ده يا جايدة، السافكس يا ولاد، مش جايدة بس، نركز كلنا. السافكس a letter or a group of letters، ممكن يكون حرف واحد وممكن يكون مجموعة حروف. ماشي، واضح؟ تمام. بيتحطوا فين؟ ويقدم وير في الجملة، في الكلمة، سوري، بنضيفهم في نهاية الكلمة، at نهاية the end of الكلمة. a word. At the end of a word، دلوقتي أنا هضيف السفكس زي ده كلمة للكلمة دي، ايه؟ to make a new word. زي كلمة ايه؟ أنا لسه قايلها من شوية، كلمة poison أضفت لها ال OUS بقت poisonous، سام، فاكرين؟ تمام. ده دينجر مهم دينجرس. طبعا، زي dangerous. أول حاجة يا أولاد، يعني إيه danger لوحدها؟ يعني إيه danger؟ قولي يا يوسف. دينجر خطر. خطر، فانا اضفت الكلمه دينجر اللي هي خطر، اللي هي ناون، او يو اس بقت دينجرس معناها خطير، خطير خطير مش خطر، خطير. بقت خطير. شفت غيرتها ازاي؟ غيرتها، I made a new word لما ضفت الاو يو اس to the word danger. I made a new word او يو اس. ماشي يوسف، انت بترفع ايدك، عندك سؤال ولا عايز تجاوب؟ لا يا مس، عايزة أجاوب. ماشي، قول لي كده يا يوسف، كلمة poison معناها ايه، ولما ضفت لها suffix o u s بقت معناها ايه؟ يلا، بويزن يعني سم، لما نضيف لها بويزن او يو اس هتبقى بويزونز يعني سام. poisonous poisonous poisonous. ها، ماشي، بقت سام. واضح ده يا ولاد؟ عايزه اقول لكم ان السافكس والبريفكسز من احسن الجرامر اللي ممكن تاخدوه، لانكم انتوا اللي بتعملوا الكلمه الجديده. تمام، عندي السافكس الثانيه حلوه جدا برضه، عندي الاي في اي يا اولاد. السافكس ايه؟ اي في اي، اعمل لكم كده، محمد ما نكتبش، انتوا عندكم حصة دلوقتي؟ بكتب. ما نكتبش عندي، ايوه عليهم يا تيتش، مش عندكم كتاب حصة؟ لسه، بقى 7 دقايق. ممكن اكمل 3 دقايق؟ طيب اوكي، نو بروبلم. تمام شباب، ثانك انا يو. هنزل لكم اختبار الانجليش على الجروب، تمام، ومعاكم لحد الساعة 2 ميعاد تسليم. مش هو خلاص، اتأجل اتأجل ماشي. للحصة الأخيرة، ما تأجلش للأسبوع الجاي أكيد يعني. خلاص يا شباب، احنا هننزله لكم ومعاكم وقت تسليم لحد الساعة إن شاء الله 2 بتوقيت يعني السعودية. لغاية الساعة 2 واحنا لسه مكلمناش كده يا مس، ان هي كده ده كده يعني راح عليكم عمر وعمار. عمر وعمار، انتبهوا، الامتحانات ليها مواعيد، مش في أي وقت ابعته، ما بعتوش تاني يوم، تمام؟ فانتبهوا، أنا بقول أهو الامتحان هينزل دلوقتي، وآخر موعد لتسليمه الساعة 2 بالثانية. فأنا يا شباب اعتقد انتوا ازاي جدولكم كده كده هيخلص واحده، يعني هيكون معاكم ساعه بعد الدوام، والامتحان سهل وبسيط ان شاء الله. تمام تيتشر. هو انا مش بعرف ارسم كويس، فانا هدخل حصة الرسم وهحاول ارسم بس مش بعرف ارسم. ماشي يا زوز، لو رسمتي حاجه حلوه ابعتيها لي اوكي حلو ده. على البرايفت. اوكي، هو احنا هنبعت الاختبار فين؟ بعتوها على جروب واجبات الانجليش. ممكن بقى نركز. يلا يلا اوكي ركزوا بقى، عشان المس هتضربنا على ال3 دقايق دول، انا ركزوا يا الجروب ريت. انا اللي مستأذنة فيهم فكده بيضيعوا. تمام، احنا اخدنا لحد دلوقتي suffix ايه؟
خدنا سافكس واحد الاو يو اس، بضيفه فين؟ في البيجيننج ولا في الاند؟ اوفر الاند سنتنس في الاند الاند. حلو ماشي. عندي كلمة فيم يا ولاد، فيم دي معناها شهرة، ناون. عايزة أعمل الصفة أجيب منها الأدجكتيف، هضيف لها إيه؟ ايه هنضيف لها إيه؟ فيم يعني شهرة، هنضيف لها يعني إيه مشهور؟ يعني إيه مشهور؟ لا يو اس او يو أو اس. يو إس، بقيت فيموس. أنا عايزة أقول لكم حاجة، دايما لما يكون عندي كلمة بتنتهي بإي وأنا عايزة أضيف لها حاجة زي أي إن جي أو سافكس، لازم أحذف الإي، لازم. بقيت أو يو فيموس، فيموس معناها مشهور. مهمة. بويزن بقت بويزنس، دينجر بقت دينجرس. الكلمات دي ما ينفعش ان انا اضيف لها اي suffix باستثناء السافيكس او يو اس. تمام. محمد stop moving، اكتب عندك في اي نوت بوك. ماشي. السافيكس التاني معانا النهارده جميل جدا، اي في اي. لحد دلوقتي ما خدتش غير حاجتين، الاي في اي والاو يو اس. الاي في اي يا ولاد انا بضيفه، ممكن اضيفه للفيرب فيديني ادجكتيف. انا عندي الفيرب اكت، يعني معناها ايه؟ حد عارفه؟ حد خده قبل كده؟ الفيرب اكت. قول يا محمد، قول يا يوسف. يؤثر. يؤدي او يمثل. شفت؟ ممكن يجي بيؤدي يمثل. اكت، لو انا ضفت اي في اي الاكت بقت اكتف. حد عارف يعني اكتف؟ يعني تقدر تطلع اكتف يعني ممارسة أو نشاط. نشيط، صفة نشيط. اوكي سو اكتف هي اصلا في الاصل عبارة عن فيرب معناه اكت، ضفت له سافكس اي في اي بقت ادجكتيف اكتف. ماشي. كلمة كرييت، حد مثلا عارفها؟ سون يعني ايه كرييت؟ يبتكر ايوه كده، برسم. يبتكر، ده فيرب. طب انا عايزه اجيب منه الصفه، اقول شخص مبتكر، شخص مبدع، هضيف اي في اي بقت كرييت. كرييتيف. طبعا بنسمع الكلمه دي كتير صح؟ كرييتيف، اقول له انتوا اصلا كرييت. قول يا محمد، انسون يعني قول دلوقتي كرييتيف. لما اخلص الامتحان في حصة الرسم ابعته فين؟ ابعته لتيتشر امنية على على طول. جروب الواجب، اوكي. على جروب اعتقد الواجب. الامتحان، اعتقد الامتحان باد برايفت، اعتقد لمين؟ تيتشر امنية اكيد، ممكن تتاكدوا منها. ماشي. الاي في اي انا بضيفها للفيرب علشان اعمل صفة. طب انا قلت لما بيكون عندي الكلمه الاساسيه دي اصلا بتنتهي بايه، بحذف الايه قبل ما اضيف اي حاجه. رؤى عندك سؤال يا حبيبتي؟ رؤى، رؤى سامعيني؟ عنديش فكرة انت سامعني ولا لا.